تسأل سائلة تقول إنها قد رزقت بأربع بنات وتريد أن تجري عملية حقن مجهري مع تحديد نوع المولود ذكرا، فهل يجوز هذا؟ الذي يظهر أنه ما جاز التماسه بالدعاء جاز التماسه بالأسباب البشرية. أنت يمكن أن تقول اللهم ارزقني ولدا ذكرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. من هذا؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. كل هذه التزللات في النهاية عشان إيه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ما أسرع الجواب يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. المجمع الفقهي يقول في قضية تحديد جنس المولود يقول يجوز بغير الجراحة، هذا قرار المجمع الفقهي، يجوز بأسباب أخرى زي تأخذ غسول، منشطات للهمة الزكرية، تختار أوقات معينة للجماعة، يعني ما تعرف عليه أهل الخبرة في هذا، لكن تحفظ على الإجراء الجراحي في هذا، ده قرار المجمع الفقهي.